كيف أقدمه، تمنيت معنا من أول برنامج، ولكن العاقل يعذر وهو كريم ويعذرنا جزاه الله خير. أخوي المستشار المبدع النفسي عياد الحرب، عياد العتيبي، يا مرحبا أبو فهد. الله يبارك فيك أستاذ بدر، الله يبارك فيك أرضى عليك. الله سعيد فيكم اليوم أني أجي في آخر الوقت التنازل. يا سلام يا سلام، ولكن هالقناة تستقطب النخبة موفقين أستاذ بدر. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. صراحة ما ندري شو نقول عن عدم تواجد الشباب، لكن كله بحسابه. اللي حضر معنا ترى له نقاط، اللي حضر معنا بنقاط، واللي ما يحضر بسلامته. والله ما عاد الا نوبه غلطتين. ها؟ خلاص تفوزون فيها يا ما بنفوز، عطنا بس هي ها؟ ثلاثة. خلاص هي أنا بالحضور، مو مسابقة عندنا. يعني حضورك معي. لازم حضرت النهاية؟ عاد شوف انت 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 لك 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 يعني عذر خاص كذا. ها؟ لو 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 كذا على طول النهائي ما شاء الله. والله تستاهلون، لكن تعرف لو اعطينا الارقام الخياليه خلاص اخذتوا الاوائل، ولا عاد يحتاج، ما عاد يحتاج منافسه ولا عاد يحتاج شيء. اخوي عياد، هذول الشباب المتسابقين الان في خلاص مودعين في اخر اللحظات، في اخر الايام، في اخر، وكنا يعني هذه الايام ناخذ منهم بعض الخواطر وبعض المشاعر في النهائيات. فودنا بعض الوصايا منك ابو فهد للمتسابقين، وابحر معهم ودردش. ترى جلستنا يعني جلسه دردشه، ما فيها موضوع رسمي ولا فيها جلسه رسميه، نبغى نعيش معكم الرياليتي. تفضل ابو فهد. طيب ما في صوت يعني؟ ما في صوت؟ ايه شوف ممكن تحطه على ال اذا الان في صوت؟ تا كيف؟ هل في صوت الان؟ الو معي حلو؟ في صوت ولا لا؟ ما في؟ قل له مايك كم؟ ما في صوت كم مايك؟ طيب طيب لا لا لا، الشباب هناك يستقبلونك يغيرون المايك. يلا جاك يا ياسر. ها طاهر. هلا مرحبا طاهر. طبعا طاهر له حالة خاصة، ترى الآن كم لك ما نمت طاهر؟ مواصل كل العيون الجمهور. طيب نقول ليش مواصل؟ كل العيون الجمهور. وما انت ما في البث احد قبل شوي. انا ماسك برث من المطبخ. ما شفت ايش سويت. اوه ابدعتوا اليوم، ابدعت. فيني في المطبخ اليوم. دخلوك في القدر؟ ها؟ ابدع. اليوم ودعنا زايد وساير النهار. ساير ما شاء الله، بيض الله وجيكم. بيض طيب القلب. يا سلام. يا سلام يا سلام. يا سلام. ها مخلد. الاول ان شاء الله يا مخلد ولا نقول ان شاء الله؟ ها ان شاء الله ولا بتتنازل ولا ولا والله هذه منافسه ولا روح التنافس ما فيها تنازلات، واللي بيحصل شيء يستاهل. يا سلام. طيب توقع شيء هل عمان ياخذون مركز؟ والله طاهر معها ما شاء الله. ترى 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 طاهر جاي بقوه. السلطنه معهم. ها طاهر لك مصادر خاصه؟ ها والله انا اشوف الحماس العاصفة كذا ها الهادية كذا بعدين ما أدري. ها عسى من الله. عجيب. تأمل خير. يا سلام، شفت شو شوف شوف الثقة، شوف ال مو بثقة يعني، تأمل خير. يا سلام يا سلام، الحين أهل عمان كلهم يتابعونك الحين. إن شاء الله إن نكون مثلنا وما قصرنا. حتى مصورين الشاشة يقول شوف شوف طاهر حاضر ويصلي في الجماعة، يقول ما في إلا طاهر ويا الدفين والمخلد جاء في اللحظات الأخيرة. طيب وين زملائكم؟ ليه زملائكم غايبين الحين؟ والله انت عارف يا ابو عبد العزيز، تسجيلات حفل ختام. اها. اللي مريض تعبان. مريض رايح يسجل؟ لا. اللي تعبان وراح ياخذ له مقديات. واللي عليه تسجيل.
انت حضرت معنا اخر حوالي 5 اشخاص عليهم تسجيل والله. انت حضرت معنا اخر مره جلسنا فيها؟ وين؟ لا قبل يومين. لا طيب انت ما كنت معنا حتى مخلص. كنا سالنا الشباب اعطونا مشاعركم في اخر الايام، ايش المشاعر؟ كانت قبل 90 يوم البدايات واستعنا بالله سبحانه وتعالى، والحين الان خلاص ما عاد بقى الا يوم يومين ومدين، فنبغى مشاعركم. والله يا ابو عبد العزيز انا مشاعري متلخبطه جدا والله العظيم. انا اول يوم جيت هنا مع الشباب صح اني ما تاقلمت معاهم في اول اسبوع، ها، لكنني الان والله اني متعلق فيهم لدرجه كبيره جدا. حتى بعض الكلام اللي ما اقولها لاصدقائي او لاخواني صرت اتكلم فيه مع شباب هنا. يا سلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. اسلم. صرت اتكلم فيه مع الشباب، يعني الشباب صاروا اقرب لي من الاخوان. يا سلام يا سلام والله العظيم. وانا خايف من اخر الدقائق انا اللي هي الوداع. الوداع لما نروح كل لوكيشن نودع يا الله سجع الذكريات، وهذه اللي بتوجعنا. دقت اجراس قلبي، دقت اجراس قلبي يوم حان الوداع. اسلم. والله اني احبهم كلهم في الله. الشباب كلهم متكاتفين ومتعاونين مع بعض، وهذه النسخة نسخة تسمى بنسخة الأخوة، والأخوة الدائمة بإذن الله. من وين عبد الله؟ جلتوا؟ في حد جاء معك؟ في حد جاء؟ أسلم. المشاعر متلخبطة يا جل. المشاعر متلخبطة، وأنا أسمي هذه النسخة بنسخة الأخوة. يا سلام. يعني الأخوة أعتقد ما مرت على برامج الواقع. يا سلام. والله العظيم والله اللي عزنا ما لحد منه، مثل ما قال هذه في الحزام. ها ونسأل الله توفيق لهم. الله يخبر. مرة ما في لحد منها أبد. لا فيه. ها لله ثم طيب سكيب. خلاص سكيب سكيب على طيب. أوكي أنا أبغى مشاعرك تجاهي أنا، وش يعني؟ شف يا أبو عبد العزيز، والله إن هذه القناة لها فضل علينا. تجاهي أنا يعني مهب ما أبغى مدح. أنت إذا في خاطرك شيء أبغاك تقوله هنا. لا والله إني ما في خاطري أي شيء عليك، ما قصرت لا معانا ولا مع الشباب. يا سلام. والحمد لله إن مرت 90 يوم بدون ما نتمشكل مع أي واحد. معي أنا خاصة. معك أنت ولا مع الإدارة كاملة. صح. إنه مع المقدمين شوي. عياد العتيبي المستشار وعبد الله الحافي. الشاعر. العتيبي. شاعر النسخة وشاعر الواقع ونعم زود ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يا مخلد، تعطينا في دقيقة مشاعرك في نهاية البرنامج. عبد الله قد سمعنا من المشاعر قبل كم يوم، مخلد ما شارك معنا. أول شيء الحمد لله، الشكر لله أن وصلنا لهذه المرحلة. يا سلام. بدأنا قبل 90 يوم 3 أشهر، والحين وصلنا فترة الحصاد. يا سلام. تعرفنا على الرجيل ونعم مثلكم شرواكم. شرواك الطين. الله الله. أوقاتنا يومياتنا كل شيء سوء، كل شخص له لك معه موقف لك معه ذكرى. يا سلام. تبقى معك لطول عمر، كل مكان كل لوكيشن في جاء في سوالف، جاء في مواقف، جاء في ذكريات لن تنسى. وصلنا النهاية، وما نقول أنها نهاية المسيرة ولا نهاية المطاف. يا سلام. هذه نهاية البرنامج، بعدها إن شاء الله تبدأ النجاحات المتتالية، نجاح تلو نجاح، والله يكتب الخير إن شاء الله. اللهم آمين. طيب نرجع لضيفنا الحبيب المستشار عياد العتيبي، نرحب فيك من جديد بعد تعديل المايك. الله يبارك فيك يا مرحبا. كويس الحين ولا بعد في الصوت؟ ها يا شريف الصوت كيف؟ ممتاز ما شاء الله. مية مية. شكرا أبو عبد العزيز على الاستضافة. الله يسعدك. شكرا على رحابة الوجه والاستقبال وكل شيء طيب، ما هو مستغرب منك يا أبو من عبد، ولا من هالقناة الجميلة التي تلامس واقعنا وتلامس الله مجتمعنا. من بعدك.
سالتني قبل تعديل المايك ابو عبد العزيز وش التوصيات او النصائح النهائيه للشباب بعد انقضاء هذا البرنامج؟ حقيقه النهايه هذه هي نهايه برنامج ولكنها بدايه مسيره اخرى، مسيره حياه طويله. يا سلام. فلا بد ان يسعى المرء دائما الى المحافظه على كل امتيازات حصل عليها، ايضا ان يضع له البصمه التي تحمل اسمه وتحمل معانيه ومقاصده في علمه، في تعلمه، في صداقاته، في اداره حياته. يعني 3 شهور هذا كورس تعليمي كبير يعني جدا. تعرفنا على زملاء، خضعنا في برنامج المقاييس مقننة، يعني كان فيه جهد منكم وكذلك من القائمين على القناة. إذن كيف نحافظ على ما قدمناه في المسيرة هذه 3 شهور؟ يا سلام. وكيف أيضا ننطلق الانطلاقة الأقوى؟ دائما عشان تنطلق لابد أن تكون تقف على أرضية صلبة قوية قوية، هذه تحمل المادة العلمية، الثقافة، الدين، المبادئ، الاحترام، حسن المعشر بين الزملاء والأصدقاء. أخوي من طاهر من عمان، مخلد مثلا من الرياض، عبد الله من ساجر. إذن تعرفت على وجهي الطيبة هذه، كيف أنا أبدأ أستفيد من هالأسماء في صفاتهم، وكيف أجذب لشخصيتي السمات اللي أحبها أنها تكون فيني؟ من العقل أن نختلط بالآخرين ونأخذ من صفاتهم الجميلة ونكمل بها شخصياتنا حتى بإذن الله نصل إلى شخصية مميزة. يا سلام. فما شاء الله تبارك الرحمن. هل الإدارة، إدارة القناة الموفقة، حرصت على استقطاب نخبة من الشباب، وأنتم من هذه النخبة، حافظوا على هذه الجماليات اللي أضفتوها، وبإذن الله مستقبلكم واعد. فقط تقووا المستقبل وانطلقوا، لا حد يكتفي بالشيء اللي حصل عليه. يا سلام. طاهر يسأل يقول كيف أحافظ؟ يعني الآن أنا وصلت وصار عندي علاقات، تعرفت على مجموعة أشخاص بارزين مشاهير، أنا كيف أحافظ وإيش السلبيات اللي بتقابلني وإيش الإيجابيات اللي بتقابلني؟ في ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذا سؤال طاهر ولا يا طاهر؟ إلا سؤال صح. نعم. أبو عبد العزيز سؤال طاهر وهو سؤال لسان حال الشباب. نعم كلهم. نعم. طيب أنا حققت ما حققت من امتيازات، كيف على الأقل أحافظ عليها؟ أنا ما أبغى فقط الواحد يحافظ على اللي عنده، كيف يحافظ عليها وكيف يستزيد؟ المحافظة هي الاستمرار دائما على تقوية الذات، تقوية ذاتي بالمعلومة العلمية، تقوية ذاتي بعلاقاتي، بمبادي، بأخلاق، اكتساب مهارات جديدة تجعلني أنطلق للحياة وأقدر أتعامل مع الحياة خلاص القادمة. خلاص. طبعا خلاص. للأمانة أنتم مقبلين على حياة إعلامية جديدة، فاتركوا لكم بصمة تذكر لكم، كل واحد منكم له بصمة لا تشبه الآخر. الانطلاقة القوية تجعلك تنطلق من قوة إلى أقوى، والانطلاقة الركيكة تجعل الإنسان من ركاكة وقد يقل. يعني عليكم السلام. يا مرحبا أخي عبد العزيز. يا مرحبا. هلا هلا. تفضل حبيبي عبد العزيز. كيف حالك؟ هلا هلا هلا. حياك. كيف حالك؟ ساك طيب وبالراحة. مرحبا. بإذن الله موفقين يا أبو عبد العزيز الشباب، وما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام. ترى السؤال مفتوح لكم، اسألوا. طبعا مستشار له خبرة ولها عدة مراكز مستشار فيها أخويا عياد، واستضفنا عدة استضافات كانت جدا جميلة من الذكاء السابع. نعم. سمو الفكر. نعم. وعدة مراكز نعمل فيها. ما شاء الله ما شاء الله. في خاطركم شيء؟ أنا والله في خاطري سؤال. مستشار وش؟ ها؟ مستشار نفسي طبعا. نفسي. أي نعم. أنا بسأل أستاذ عياد المستشار، أبسأل سؤال. الحين المحتوى اللي نقدمه بعد البرنامج، مثلا الشاعر بيقدم شعره، المنشد بيقدم صوته يعني، ومثلا الممثل بيقدم تمثيله، وصانع المحتوى بيقدم محتواه، الشخص هذا وشلون يطور من محتواه؟ انت ذكرت نقطة اللي هي لازم يكون يعني يطور العلم، الثقافة عنده، وذكرت النقطة الثانية لازم اجتماع، حياته الاجتماعية، وشلون يطورها؟ في أساليب يعني معينة يقدر والله يا عبد الله سؤالك ذكي جدا وجميل، أمتعني فيه. أنت يعني استمتعت في هذا السؤال.
اولا من الخطأ ان يظن طاهر مثلا يجيد مثلا الرسم. الاسم الكريم عبد العزيز شاعر، عبد الله يكتب القصة، مخلد راوية. الإنسان لابد أن يكون شخصيته متنوعة، لا يعرف عليك شيء. أنت شاعر ما في مشكلة، بس هل الشاعر ما يعرف في الحياة إلا الشعر؟ لا. سؤال لكم. لا. هل ما يعرف في حياته أي شيء ثاني؟ كيف أكون متنوع وكيف أحافظ على تنوعي؟ الاستزادة من الثقافة ومن منابع الثقافة القراءة، مخالطة الناس الإيجابيين الذين يضيفون لشخصية الإنسان، أيضا التنوع دائما خلك إنسان متجدد. اجعل حسابك الرسمي في سناب ولا في تويتر ولا في ولا حتى شخصيتك متنوعة مثقفة ملمة بكل ما هو جديد. اللي ما يقرأ، اللي ما يطلع على الدراسات الجديدة، اللي ما يخالط الناس إيجابيين، ما راح تصير عنده معلومات جديدة، راح يكون عنده يصير مع الأيام قديم، لأنه ما طور نفسه. إذن لازم أطور نفسي بالقراءة، بالثقافة، بمخالطة الناس، بمتابعة البرامج اللي تزيدني ثقافة وعلميا، حتى لما أفتح صفحتي على سناب شات ولا على أي برنامج يقول والله فلان الفلاني هذا عنده شيء جديد، كل يوم عنده شيء جديد، ولكن فلان الفلاني بس شعر، بس كذا شاعر. واستزد من الثقافة، من العلم، العلم مناهل وكل واحد ينتهل منها. فيها قبل لا ندخل البث كان بيني وبين أبو فهد على قولتهم بعض الدردشة، وصراحة فائدة جميلة أنا أخذتها منه، ويليت يستفيد منها المتسابقين. يقول من الذكاء في الشخص يعني اللي عنده علاقات وتوصل إلى معارف عظيمة وكبيرة، إنه يستغل كل لحظة في معارفة كيف يستفيد منهم خبراتهم. يعني قد تجي لك فرصة تجلس مع ناس يعني عندهم باع طويل في الإعلام، في الشهرة، في أي تخصص، تجلس معه ولكن ما تعطيه فرصة تأخذ منه فائدة، يعني تجعل وقتك كله ضحك وسوالف خارج الشيء المفيد، ويروح منك الرجل هذا ما استفدت منه ولو فائدة. والله يا ابو عبد العزيز ما شاء الله على الملاحظه هذه جميله منك، ولا مستغرب. هذه صراحه مهمه جدا يعني. جدا. ابو عبد العزيز يقول ولسان حال ابو عبد العزيز اي رجل واعي وعاقل، من الصعب ان نخالط ناس لهم باع في التخصص، في ايا كانت تخصصاتهم، في شخصياتهم المرموقه، في ثقافتهم، ومع ذلك ما نستغل وجودهم لاكتساب مهارة جديدة هم يستخدمونها ونضيفها لشخصيتنا. إيه يا سلام، الموضوع كان مهارات وقدرات وميول. أيوة. هذا سؤال طاهر ثاني. طيب طاهر، أنا طبعا أقدم العديد في الدورات التدريبية وكذلك في تطوير الذات وكذلك في الإرشاد المهني. الإرشاد المهني مثلا هذا نقدمها لطلبة الجامعة المقبلين على الجامعة واللي في السنة التحضيرية ثالث ثانوي. فيجي أحدهم يسأل أنا ودي أدخل طب، نشوف قدراته ونشوف مهاراته ونشوف ميوله. الميول وحده لا يكفي، الإنسان لابد أن يكون عنده معطيات حتى نساعده في اختيار التخصص اللي يجد نفسه فيه. ايضا ابو عبد العزيز لفت الانتباه لان نخالط ناس يكون متخصصين ولهم باع طويل، يا سلام، ومع ذلك ما نستفيد من خبراتهم من علمهم، فقط ينقضي الحديث كمجامله وانتهى. طيب انا وش استفدت من جلسه هذا الرجل الطيب؟ ما تعلمت منه صفه اضفتها لصفتي؟ شخصيه الانسان كالمنزل الجديد اللي تشتري له اثاث وتستقطب له اشياء، نتعلم ونكبر ونضيف لشخصيتنا سمات وصفات جديدة. لابد أن شخصية الإنسان متجددة تكون مرنة، مواكبة للعمر، مواكبة للمكان اللي هو فيه. البعض يقول والله أنا هذا شكلي، أنا هذا شخصيتي، ما راح أغير شيء. هذا ما هو ذكاء، ما هو ذكاء اجتماعي. ذكاء اجتماعي أكون مرن في علاقاتي، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل مكان حقه، أعطي الزمان حقه، أعطي الناس حقه. الله يسعدك ابو فهد. بالنسبه ل مخلد،
بس بستاذنك شوي طاهر، اسئلتك كثيره اتعبتنا يا اخي، تعرف انت اللي في بالي. طيب طاهر شوف الشباب خلهم يجون يمنا عشان ما في ها لا 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 بيناديهم بيناديهم طاهر انا نبيها بيهم ها خلاص يا طاهر انتهت مهمتك. انا صدقني يقول تفضل يا مخلد هو عارف اللي في خاطري. ادري ادري تفضل يا مخلد. سلام مخلد عليكم السلام. هلا تركي بالنسبه للموضوع في احد وراك من الشباب يا تركي؟ ترى الحضور عندي بنقاط هنا. يا سلام تفضل معنا المستشار عياد العتيبي مستشار نفسي ابو فهد. مرحبا الله يبارك فيك طال عمرك. بالنسبه للقدرات والمواهب الميول في كلمه قريتها تلخص الشيء الكثير اللي هي رفق. ها رفق الشخص اللي يبغى يحدد ميوله يحدد رغباته يحدد رفق تعني مصطلحات الراء يعني الرغبه رغبه الشخص نفسه توجهه ايش يبغى. الفاء الفرصه هل عندك متاح لك الفرصه انك تكون في المجال الفلاني في الجانب جانب معين من المجالات. القاف القدره ممتاز هل انت قادر على الاستمراريه وعلى الدراسه او على العمل في المجال هذا او غير قادر. اذا توفرت كلها فيك اتكل على الله وابدا. صحيح جميل جدا. مخلد شاعر ومثقف وجوجل ما شاء الله صراحه ثقافتها يعني ممكن هو من المميزين ثقافيا يعني ما شاء الله ولا كلهم مميزين. عبد العزيز رباح ومخلد يعني حول بعض ما شاء الله تبارك الله الثقافه ايه صح ايام سوري لا ونعم فيهم يعني لما نشوفهم على البست تجي الاسئله نشوف الاجابات. انت ما شفناك الا مره واحده يا طاهر يعني على في البرايد لكن عديت على طول اي على طول ما شاء الله عليك. لكن مخلد جاء كم مره فنشوف الاسئله يجيبها ما شاء الله تبارك الله مزبوط. اسلم يا ابو فهد. فما شاء الله على مخلد فعلا هذا هو انك تتعلم وش تقدر تسوي وكيف تحافظ على اللي وصلت له. انتم صراحه وانتم في نهايه البرنامج انتم امام حياه جديده وطويله. ما اقول الطريق فيه مشقه ولكن الطريق يحتاج جهد. البعض بعض المشاهير ينطلق وفجاه يغيب نجمه. ليش يغيب نجم المشهور هذا؟ لانه ما حافظ على القدرات اللي حصل المهارات القدرات اللي حصل عليها. لو كان الانسان يحافظ على اللي حصل عليه ويزيده ويطور نفسه ويخالط الثقافه الناس المثقفه ويبدا يستزيد علميا ومهنيا وفي تخصص اللي الله عز وجل وضع فيه يستزيد هنا راح يحقق اعلى النتائج ويكون دائما متجدد. كل معلومه جديده تكون حاضره، كل ثقافه تجي، كل كتاب يطلع اجي، كل بحر علم استزيد منه، خذ من كل بحر قطره. يا سلام. عشان تكون متنوع، لما يدخل احد في صفحتك الرئيسيه يقول ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هال يا سلام. ما شاء الله تبارك. ابو فهد سؤال كذا طرى علي. تفضل يا نادي الشباب ها؟ إيه؟ الله يسعدك يا طاهر. بما انك في الاستشارات اكيد فيه يعني حالات كثيره مرت عليك. ابغى حاله قصه يعني حصلت بدون طبعا اكيد ذكر اسماء كانت يعني مثلا تايهه في الطريق. وبعد الاستشاره مسكتها يعني او اعطيتها اسباب النجاح واستفادت وحققت اشياء في حياتها. ما شاء الله يا ابو عبد العزيز سؤال ذكي جدا. حقيقة العدد يا ابو عبد العزيز يسرد السؤال العدد اللي جاء في بالي كثير. يا سلام. سبحان الله العظيم انا ودي كل انسان يجعله الله عز وجل في طريق انسان محتاج. بعض المرات نحتاج دعم معنوي، الدعم المعنوي بنظرة يا سلام بكلمة يا سلام باستشارة بهمسة بتعاطف منك قد تأخذ بيد أحد تائه. يا سلام. السؤال هذا أبو عبد العزيز جدا عميق وجميل صراحة. سؤال مليان مليان الكثير صراحة. والله يجعلنا احنا وياكم ان شاء الله أدوات خير يستخدمها الله عز وجل لعباده. التدخل النفسي أنا أصفه دائما مثل التدخل الجراحي. التدخل الجراحي يقولون لحقوا عليه في اخر لحظه ودخلوا غرفه العمليات، كذلك التدخل النفسي.
في الغالب أنا أصف هذا الوصف في الحالات الطارئة جدا، ك لا قدر الله الاستشارات اللي أو اللي تجينا حالات طارئة اللي عندها أفكار انتحارية، لا إله إلا الله، باتت تشوف الحياة مظلمة فقط عشان جزئية واحدة فشلت فيها. صحيح. أو موقف كان ردة فعل الصادمة جدا. ولكن سبحان الله العظيم بعد تغيير الفكرة، طبعا الإرشاد النفسي اللي هو تخصصي، نستهدف تغيير الأفكار لدى العميل، أيضا استعادة الثقة المفقودة والتقدير الذات المفقود لدى الإنسان، نجعله بإذن الواحد الأحد يرى الحياة بمنظور آخر، يعيد الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية. يا سلام. نحطم ونشتت الأفكار السلبية التي لاحقا تصبح مشاعر وبعد ذلك إلى سلوكيات سيئة. إذن الفكرة نغيرها بإذن الله ونساعده معه، ونحن فقط نعطيه عملية الاستبصار، ولكن هو الحر اللي يختار طريقة. فما شاء الله على السؤال يا أبو عبد العزيز. طيب تعرف جدا هو بس حتى الآن ما أجاب، نبغى حنا قصة. يعني أنا من الناس اللي يحب القصة. يا سلام. فأبغى قصة إذا مهم موجودة. موجودة. أي. أنا قلت بدون ذكر أسماء. بس بدون أسماء. أي نعم. قصة مثلا جاك، طبعا خلاص المثال واضح ما يحتاج. ما يحتاج. أبغى أقول لكم واقعية. واقعية من طبعا أنا قبل أجي هنا كنت في السؤال لا حضرناه قبل، أنا طرى على بالي. لا لا جميل. أنا طبعا أنا جايكم هنا سيدة من مركز الاستشارات اللي هو مركز سمو الفكر، وجيت هنا. يا سلام. القصة حصلت عندي لي، هذه القصة اللي أثرت فيه أنا نفسيا صراحة. قبل في كل سنة في يوم 10 أكتوبر يحتفل العالم جميعا باليوم العالمي للصحة النفسية. يا سلام. فكنا على رأس فريق من مركز سمو الفكر في نقدم استشارات مجانية تفاعلا من هذا اليوم ومشاركة مجتمعية، كنا في الرياض جاليري. جميل. فجاءت أم تستشير عن بنتها، تستشير أن البنت ليس يعني التخصص حقها مو بجائز لها، وهي في آخر ترم. طبعا المختص النفسي يرى أحداث وراء الكلام اللي ينقال. يا سلام. فما ناخذ الكلام على ظاهره في الغالب، خصوصا مع واحد ينقل استشاره عن واحد. انا لازم اشوف صاحب الاستشاره الحقيقي، فطلبت اني اشوفه. فما جاء على طول، جاء بعد فتره، ولا راح اقول لكم ذكر ولا انثى. فدخل يستعرض استشارته انه مو معجب في تخصصه وباقي للترم يتخرج. رأيت في الإنسان اللي جاني معاناة فظيعة، ما هي سالفة تخصص. طبعا في سمات شكلية نشوفها وتصرفات حتى من خلال الجلسة، من خلال حركة اليدين، من لغة الجسد تبين لنا سلوكيات داخلية. فاكتشفت أن الإنسان هذا، ما ودنا نقول ذكر أو أنثى، جميل، عنده محاولات انتحار كثيرة والأهل ما يدرون عنه، وقد تعرض لضغوطات فظيعة والأهل ما يدرون عنه. سبحان الله. بفضل من الله عز وجل. كيف عرفتها يعني من واضح جدا من أولا من الشكل الخارجي، كمية الألم أبو عبد العزيز ما هي كمية واحد محتار في تخصص. أها. يعني فيها ألام، غير ذلك فيه محاولات انتحار في اليد كثيرة. سبحان الله. والأهل ما لاحظوا هذا الشيء. وهذا ترى عبء على الأهل. ثلجة تركي. عبء على الأسرة يا أبو عبد العزيز، أنها تلاحظ سلوكيات أبنائها خاصة في سن المراهقة. جميل. وش التغيرات اللي طرأت على شكله على سماته. بفضل الله من عز وجل وبعد الجلسات الإرشادية هالشخصية هذه تزوج أو تزوجت وأصبح لديهم أبناء، بدال محاولات الانتحار والخلاص من الحياة. سبحان الله. بإذن الله تعالى أصبح شخص مؤثر ورب أسرة وربة أسرة، والحمد لله رب. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يزيدكم وإياكم. وصراحة يعني كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، سواء استشاراتكم كانت مجانية أو بقيمة، لأنكم ترشدون التايه. يعني كثير من الناس قد تجيه مشكلة صغيرة جدا ويراها أنها هي أكبر. صح. مشكلة. صح. مرة كنا في مجلس الآباء، برنامج مجلسنا، وجاء رسالة
من الرسائل انا تعجبت انا اساسا ان كانت مرسله احد الاباء وقالت افكر بالانتحار او انا بنتحر. تعجبنا وتاثرنا وتكلمنا عن الموضوع واسهبنا فيه والحياه يعني اي مشكله اصابتنا وذكرنا مشاكل اصابت النبي والصحابه ولكن ما وصلوا لهذا الفكر والحياه طيبه وبخير وكذا الحمد لله. فلما سالنا ايش كانت مشكلتها يا فلان ما درينا الا بعدين قال كان عليها دين والدين حتى مبلغ يعني ما سبحان ما الله. ما ينذكر. فبعض الاحيان الانسان يجي عنده مصيبه بسيطه فيجعلها يعني شيء كبير صراحه يعني صراحة. هذا كلام واضح يعني هذه منكم انتم نستفيده كيف ان يعني نوزن الامور وما نحجم بعض المشاكل او المصائب يعني قال صبت علي مصائب لو صبت على الايام صرنا ليالي ترى الامر سهل والامر فيه والحمد لله والله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا ما خلقنا ليشقينا جل جلاله. عبد العزيز وارجع لك سؤالك عبد العزيز. انا بس ابو فهد اقول وش الاشياء اللي توصل الشخص للتعب النفسي والمرض النفسي؟ ممتاز يعني اكيد ان في اسباب. ممتاز جدا عبد العزيز سؤالك حلو. اول شيء اعلموا جليا ان المرض النفسي ما يصيبني الحين انا جالس وصرت مريض نفسيا الحين. المرض العضوي قد يصيبك الحين يجيك زائده دوديه يجيك مراره ممكن في اللحظه انفلونزا تغير جو. المرض النفسي هو نتيجه خبرات سابقه خبرات وتراكمات وفي الغالب لها جذور في الطفوله. الطفوله السيئه والتراكمات النفسيه المواقف السيئه والترسبات السيئه تكبر شيئا فشيئا حتى ترتقي الى حد مشكله او اضطراب نفسي او مرض نفسي. اذا ما نترك انفسنا حتى نصل الى ذروه سنام المرض واصبح مريض. لو التراكمات الداخليه اول باول نعالجها، اول باول نحل مشاكلنا، اول باول نصفي اذهاننا، اول باول نصفي قلوبنا حتى في علاقاتنا. بين عبد العزيز وعبد الله مشكله يجي تعال يا عبد الله تعال يا عبد العزيز خلصناها الحين. ولكن عبد العزيز او عبد الله اخذ موقف من زميله وبكره من تركي وبعد بكره من مخلد صار فيه تراكمات. هذه تجعل عبد العزيز معلش عذرا لا بالعكس تجعل عبد العزيز يصل الى تراكمات نفسيه فيصير متعب او مرهق نفسيا. ولكن اول باول نتخلص من مشكلاتنا، اول باول ننظف الصفاء الداخلي هنا باذن الله نصل دائما الى حياه ممتعه وسعيده. الصبر على الالم النفسي صبر لا يطاق لانه سبحان الله العظيم يفقد الانسان القدره النفسيه. ايضا ما فيها شيء ترى الاستعانه بالمستشار النفسي ولا بالمستشار الاسري يفيدنا من خبرته العلميه والعمليه من خلال تجاربه مع الاستشارات يعطيك منتج ناضج. فكان في وصمة عار قديمة على اللي يراجع المختص النفسي جداً إن هذا قد يكون مريض نفسي أو مجنون. طبعا غير صحيح. المرض النفسي قد يصيب أي إنسان وما في أي إنسان في منأى منه حقيقة يعني. وحين ما يكون مرض نفسي حين يكون ضغوطات في الحياة تحتاج أنك أنت هذه عبد العزيز قدمنا فيها العديد من الدورات اسمها إدارة الضغوط ضغوط الحياة. في ضغوط خارجية وضغوط داخلية كلنا معرضين لهذه الضغوط بس استقبالنا لهذه الضغوط وتعاملنا معها قد يزيد في حجم هذه المشكلة أو قد يقلل. دائما الإنسان وعلماء النفس ينصحون في حال حدوث أي مشكلة أو ضغط خارجي ينصحون بعدة أشياء. الأولى منها يقولون أعط نفسك وقت حتى تستوعب ملامح المشكلة. يقول لك القرارات الفورية في أثناء المشكلة 8 من 10 منها فاشل لأنه قرار فوري. الآن صارت مشكلة المفروض الآن أقرر هذا غير صحيح. ثانيا الانسحاب من المشكلة صحي أنك تعطي المدة الزمنية لاستيعاب المشكلة ولإيجاد مخرج أو مدخل لهذه المشكلة. ولكن إذا كان الوقت طويل مفتوح متى بتحل المشكلة؟ هذه مشكلة ثانية زادت. والبعض اذا تعرض المشكله ينسبها للاخرين، يا ليتني ما قلت لعبد العزيز، يا ليتني ما قلت تركي، يا ليتك يا عبد الله ما قلت لي ادخل كذا، يبدا يلوم ويعاتب الاخرين. خلاص في حال وقوع المشكله فكر وش الحل؟ وش الخطوه الثانيه؟ هذه كله انك تلوم وانك تنسحب وانك تقرر كل هذه
مشكلات واستراتيجيات سلبيه في التعاطي مع المشكلات. طيب ابو فهد، الحين اذا قدامك شخص انت تدري انه مريض نفسي او انه فيه اشياء نفسيه، كيف يكون التعامل الافضل معه؟ والله يا تركي على حسب المرض النفسي اللي هو فيه. بس طبعا المريض النفسي قد يكون يوم من الايام واحد منا يحتاج دائما الى كلمه كلنا نحتاجها، لدعم نفسي، يحتاج انك تلامس احتياجاته، تعامله برقي جدا، الاحترام سيد المواقف دائما للي تعبان نفسيا واللي مو بتعبان نفسيا. صحيح. لكن اذا ابتلي الانسان بوجود احد في اسرته لابد ان يستخدم تكنيكات خاصه لاستخدامها مع هذا المريض، وقدامهم ان شاء الله كل الخير وكل العافيه. تفضل يا عبد الله. الإرشاد حتى يمكن أغلب الأمور الأسرية يدخل فيها إرشاد أسري برضه اللي احنا عارفينه. أنا كان عندي سؤال، نقطة قالها أبو عبد العزيز اللي هي الإرشاد. احنا قبل كنا في إرشاد كشفي تبع خدمة ضيوف الرحمن في مكة، كنا تبع إرشاد كشفي تبع خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة في موسم الحج. كان اي شخص يجينا مثلا شخص تايه او مضيع مكان او يبغى مكان معين او شيء، كان الارشاد هذا الكشفي هو النقطه الاساسيه اللي تعلم الشخص. ففعلا كلمه ابو عبد العزيز حقيقه في كل مجال الارشاد. صدق شيء هذا حتى برضو في الجمعيات الخيريه وفي الاوقاف الايتام برضو عندهم ارشاد، موجود عندهم ارشاد مثل وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية رؤوم برفحة، برضو عندهم إرشاد أسري. الجمعية عندهم الإرشاد على حسب كلام المدير التنفيذي، عندهم إرشاد أسري موجود في الجمعية. ضروري جدا. أي فالإرشاد شيء عظيم. إحنا والله الفضل والمنة عندنا مشاركات. طبعا القناة هذه مباركة، ليس والله مجاملة. الله يبارك. يعني تحرص دائما على شيء يخص الإنسان وعيشه بحياة وجودة عالية. اللهم. والله الفضل منا قدمنا العديد من البرامج مع الجمعيات في المملكة العربية السعودية اللي هي إرشاد الأسر. كذلك قدمنا كثير والله الفضل منا مع الجمعيات، العدد ما ودي أقوله ولا نتركها إن شاء الله بيننا وبين الله عز وجل. ولكن فيها أدوار. آمين. فيها أدوار إرشاد أسري وإرشاد نفسي، وهي جدا مهمه وجدا ضروريه. ابو فهد ذكرت الان، سالتك عن سبب اذنك. طب تفضل ابو رابح. ابو رباح. مرحبا اخوي محمد ابو سلمان الغامدي من اهل الدمام. ترجع مره ثانيه؟ طيب راح الاتصال ورجع. اسلم ابو رباح. اقول ابو فهد، الحين انت ذكرت انه سألتك عن أسباب المشكلة، قلت ممكن أنها تكون أشياء يعني من الطفولة في الغالب. طيب الحين في بعض السلوكيات اللي ما بين مثلا تربية الأب لطفلة أو الأشياء اللي تصير للطفل وهو صغير ممكن أنه يكون فيها، كيف نتفادى؟ يعني كيف الأشياء اللي يكون التعامل مع الطفل؟ ممتاز جدا يا عبد العزيز. أنا دائما أقول يا أبو عبد العزيز أقول يا أبو عبد المشهد حمام طيور هذه جميلة. يا سلام سويدان. ها؟ اي والله ما شاء الله سويداني بالحمامة. يعني مثلا اللي انا اقصد يا ابو فهد انه مثلا هل في جمعية خاصة للإرشاد النفسي يكون بينها تعاون مثلا للأطفال للتعليم مثلا يكون فيه ربط؟ ممتاز. أول شيء المربي الأول يا عبد العزيز والملهم الأول بعد الله عز وجل الأسرة، الوالدين. يا سلام. أنا دائما أقول في تغريداتي وفي مساحاتي وفي التلفزيون وفي محاضراتي، أقول الأبناء نتاج سلوك الآباء، وأقول الأبناء مرآة لشخصية الآباء. جدا. إذن إحنا من نوجد بيئة نفسية سليمة الأبناء ينمون فيها ويصبحون سليمين نفسيا، أو كذلك العكس إحنا من اللي نجيب لهم المرض النفسي بسلوكياتنا الخاطئة أو تعاملاتنا معهم أو بين الأب والأم. لذلك لابد خلا فكر خلا طلع هو براسه هو طلع بس مفاد سويدان مشاغب هذا مشاغب والله
فهذا العفية أخوي عبد العزيز سلوكيات الآباء والأمهات هي من تصنع شخصية الأبناء. يعني إحنا من نجعل من أبنائنا سليمين نفسياً متفوقين مبدعين ونجعل منهم لا قدر الله مرضى نفسيين من خلال تعاملنا معهم. إذن لابد نعرف كيف نتعامل معهم رفقاً بتربيتهم، نجعلهم ينمون في بيئة سليمة نفسياً حتى بإذن الله يصلون إلى مراحل من العمر الطفولة ثم المراهقة ثم النضج وهم سليمين بإذن الله. في دورات يا أبو فهد للأباء؟ كثير كثير سوينا دورات، وكذلك المختصين النفسيين والأسريين دورات في الأسرة كيف. يعني تشوف أنك أنت تشجع أبو فهد على الدورات أكيد اللي زي أكيد كده. خاصة إحنا نسوي دورات ما هي فقط زمان كان فيه التركيز يا أبو عبد العزيز ولهون أخواني. وهذا سؤال ترى نبغى اللي يبغى يصل للاستشارة من عندك أبو فهد. لا والله فعلًا يا أخي. كيف كيف؟ أنا أتكلم كيف يتواصل معك عن طريق تويتر؟ والله موجود. والله موجود. الجوال عن طريق أنا السناب. طبعًا الاستشارات متاحة عندنا حضوري وزوم للي بعيد وكذلك هاتفي. يا سلام. طبعًا موجود على تويتر باسم مستشار عياد العتيبي وموجود في السناب. نخليهم الحين ينزلون التويتر. وتويتر وجوالي كذلك أبو عبد العزيز. يا سلام. الحاجة يا عبد العزيز الآن عشان نوصل الجودة حياة عالية لابد أن نكون ملمين بنواحي التربية والنواحي النفسية والنواحي الأسرية. أما الآن زمان كان في سألت عن الدورات، زمان كان يركزون على دورة المقبلين على الزواج. طيب ما بعد الزواج؟ طيب وما قبل الزواج؟ طيب أنا الآن عندي تزوجنا مثلا عندي طفل طفلين، كيف أنا أدير حياتي الجديدة في ظل الأبناء؟ كيف أتعامل مع أبنائي؟ ثانيا يعتقد بعض الآباء أنه يستخدم طريقة واحدة مع الأبناء ويظن أنها طريقة عادلة. كل إنسان سبحان الله عنده شيء اسمه قدرات فردية. عبد العزيز كنترول. يشبه عبد الله بالشكل الخارجي ولكن يختلف في سمات وصفاته. تركي يختلف عن مخلد، مخلد عنده قدرة غير، تركي عنده قدرة غير. إذن هذا الحال حتى عند الأبناء، كل واحد من أبنائنا يحتاج مفتاح خاص لقلبه عشان اليوم انكسر الحاجز. كان عندنا مساحة ولله الفضل الحضور بالمئات كلها إرشاد نفسي وأسري لمجتمعنا لأسرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وش البصمة اللي بتترك لك وتسأل عنها يوم القيامة؟ وش سويت؟ وش مسيرتك؟ يا سلام يا سلام. لذلك أنا دائما أقول احرصوا أن تضعوا بصمة خاصة فيكم ما تشبه أحد ثاني، تشبه كنت لك آليتك وطريقتك في الحياة. بالنسبة لردات الفعل، ردة فعل الشخص لما يكون تحت ضغط أو الفعل نفسه إيش بيسوي تحت الضغط، هل يمكن أني أتحكم في ردات فعلي أو في الفعل نفسه؟ جميل مخلد، السؤال هذا سئلت فيه في التلفزيون السعودي نفس السؤال هذا بس ملامحه مختلفة. قالوا كيف نتعامل مع أسلوب الناس أو سلوكيات الناس، وعكست السؤال قلت كيف ما يكون عندي أنا مرونة عالية في التعاطي مع الناس. يعني كيف يكون مخلد عندي مرونة من تم أتقبل النقد وأتفهم الانتقاد، وكيف يكون عندي مرونة نفسية ما أتأثر بكل حاجة تجيني. البعض الناس قد يصبح عنده مرض نفسي من كلمة من نظرة ويبدأ يفسر ويؤول كلمات، وش قصده؟ ليش يطالع فيني كذا؟ ليش يقول لي كذا؟ فهذا ما عنده مرونة نفسية، والإنسان لابد في علاقاته يحتاج مرونة نفسية. أضحك مع أبو عبد العزيز، ممكن أطلع وألقى زحمة، أصير مسوي لنفسك كنترول داخلي، ولكن دائما أبي الحياة بس سعادة في سعادة غير صحيح. السعادة هناك في جنة الخلد، أنت هنا معرض للدنيا. إذا دامني معرض للمضايقات ومعرض للسعادة ومعرض للأقدار الله، لابد أن يكون عندي مرونة نفسية وصلابة نفسية. الصلابة النفسية والمناعة النفسية عبد العزيز وتركي تكون شيء داخلي ما تخلي كل كلمة تأثر فيني، كل فعل من الآخرين أو ردة فعل تأثر فيني. لابد أن يكون عندي صلابة نفسية أعرف أضبط ذاتي داخليا. هل هي فطرة؟ من خلال المهارات المكتسبة أقوي نفسي. تركي أنا أقوي نفسي، التدخل النفسي في الغالب يستعان بالمرشد النفسي أو الأخصائي النفسي، ولكن
أفضل أخصائي نفسي ترى ما عنده بعد الله عز وجل 20%، 80% عند الإنسان وعند أسرة الإنسان هذا. أقوي نفسي أكون مرن، ما هو كل كلمة تأثر علي، ما هو كل ردة فعل من الآخرين تعيق مسيرتي. أنتم الآن مقبلين على حياة، ترى خلوكم يعني متقبلين للنقد، فيه نقد وفيه انتقاد، النقد البناء خاصة قبل الشهرة، قبل الشهرة وبعد الشهرة، وبعد الشهرة يعني كيف كانوا والآن. نصائح يعني جدا مهمة حتى يا شباب قد تشوفون أحد بعدين يطلع يجيب لك مقطع قديم يقول هذا شوفوا هالحين يسوي كذا وكان صغير، عادي كلنا معرضين للخطأ. أيوة ما بس ما تصير هذه يا عبد العزيز حجر في يعثر مسيرتك. نعم ما المفروض تنطلق وبعدين تكون قابل. مثلا عبد الله يسألني سؤال ينتقدني انتقاد، الانتقاد يكون دائما بناء. تحاول عبد الله انتقدني في النقطة هذه أحاول أعالجها، بس في انتقاد، الانتقاد لمجرد الانتقاد إني بس كذا ودي أخليك تخطي قدام زملائي. فأنتم خليكم مرنين في حياتكم، بكرة مو بكل كلمة تستفزني يعني أصير مرن. طيب هل هي تكون فطرة في الشخص ولا يكتسبها مع الأيام؟ سأل عبد العزيز نفس السؤال، مكتسبة يا مخلد؟ طبعا في ناس صبورين بفطرتهم، ولكن في الغالب تكون صفات وسمات ومهارات اكتسبها اضيفها لشخصيتي. ما اخلي كل كلمه تكدر خاطري، ما اخلي كل كلمه تستفزني وتطلعني قدام الناس بالوجه الأسوأ، لا فعلا. وما هو كل سؤال بجاوب عليه زي هذا، جواب سؤال في مكانه ويستحق الجواب راح اجاوب، سؤال استفزازي او انتقادي فقط لمجرد الانتقاد ما راح اجاوب عليه، ولا انتم مجبر. احنا كان عندنا يا ابو فهد هنا كان عندنا مدرسه نقد. ممتاز. كانوا ينتقدون ينتقدون، احنا نحسب انه في البدايه انهم ضدنا. لا مدرسه النقد الحديثه القديمه. شوف ضدك اللي ضدك الانتقاد، النقد بناء عشان اصقل موهبه جديده، عشان اغير سمه موجوده. فعلا. ويوم وصلنا الحين مراحل تغيرت ولا لا؟ سؤال تغيرنا. ممتاز. هذا النقد البناء. احنا من اول كنا نتصادم معهم نحسب انهم تحسب انهم ضدكم، مش شخصنها ضدك، والله لا هم شخصنها ولا هم ضدك. يا سلام. شكرا لهم يا ابو فهد. يعني هي طلب ورسالة كلها، يعني حتى من المرشدين النفسيين والأطباء كذلك. الآن أغلب كبار السن أو اللي أعمارهم كبيرة يجهلون بعض الأشياء اللي تصير من الوقت الحالي، يعني الجوال، البلاي ستيشن، في شيء عظيم. إذا الأب والأم ما تابعت أبنائه ولا ما تابع ابنه، أنا أشوف أنه يا رجل الآن صار في البلاي ستيشن يكلم ناس من خارج الدولة، يحرضونهم في أشياء، يعطونهم يعني تلقاه كنت مدلع في نظره أنه هو مرفه الطفل، أنه بس إيش ما أبغاه يطلع، موفر له كل شيء. إيه أول يمكن أول في جيلنا الأول لا تطلع الشارع عشان على أساس ما تخالط الناس السيئة واللي بغيرونك يحرفون. صح صح. الآن صار الشيء هذا موجود في البيت، ممكن يغير طفلك، يحرفه طول عمر سلوكيا دينيا سياسيا ايا كان الشيء هذا، يعني يقدر يغزو الطفل وهو صغير. فهو نظرا منه انه قاعد يرفه الطفل، انه انا لا خله بس لا يطلع معي العمه، لا يروح معي العمه، لا يطلع الشارع، بينما لو شاف يلقى شيء عظيم. حتى الجوال، يعني في بعضهم يقول لك لا انا بعطيه الجوال يلعب في لعبه مثلا، علما انه تلقاه يقدر يحمل لعبه ثانيه، يقدر يحاكي ناس من برا. فأنا رسالتي للآباء والأمهات انتبه. الشيء الثاني والمهم صاير كثير يا أبو عبد العزيز أبو فهد، تحرش بالأطفال. هذا شيء يعني قلة طبعا، ما شاء الله مو بكثرة، ولكن تلقى باب الثقة أنه مثلا اطلع مع عمك، اطلع مع خالك، اطلع بعض منهم، اطلع معي لعمك، اطلع زي كذا. تلقى الطفل أحيانا يخجل أنه يتكلم ولا زي كذا. أنا أقول اكتبوا لأطفالكم، أطفالكم وشي أمانة، احرصوا عليهم من القريب ومن بعيد. يا سلام. ممكن يعطينا بعض النصائح حول هذا الموضوع؟ عليكم السلام. ابشر ابو عبد العزيز. سلام سلام. تفضل تفضل استاذ. استريح يا ابو. فيه عبد العزيز لفت انتباهي ابو عبد العزيز والله يهونون الاخوان. لا هل. شوف عبد العزيز، احنا ما نقدر نخلي ابنائنا في منع عن التكنولوجيا فيصبحوا متاخرين. التكنولوجيا هذه حتى نمت أفكارهم، طريقة الأفكار صارت أكثر حداثة وأكثر سرعة من الجيل اللي قبل صراحة.
ولكن أنا دائما أنصح المربين أبا كان أو أم أن ينظرون لأبنائهم بعين ملاحظة وليست مراقبة. المراقبة تجعل الابن يستاء من هذا السلوك، يقول هذول بس يراقبوني، هذول بس مركزين علي. عين ملاحظة، الملاحظة اللي فيها الحب وفيها الاحتواء، وكذلك ملاحظة لأي سلوك يتغير. احنا دائما ننصح الآباء والأمهات، لاحظوا سلوك أبنائكم في بداية تغيره من خلال السهر الخارجي، من السهر من خلال الملاحظة والمراقبة. المراقبة انك تركي تتقنص علي الهفوات والغلطات، وهنا انا ما راح تكون قابليتي لك عالية، صحيح، ولكن ملاحظة عينك علي بشكل ودي تبين لي من نظرتك هذه انك معي وحاس فيني ومستشعر المسؤولية معي وتقدر همي لما نحتاجك. يعني ما هو فقط النظرة نظرة شك وظن سيء، لا، يركز الواحد خاصة الأب والأم. متابعة أبو فهد، متابعة، ملاحظة، أعدل سلوك الابني. طبعا في شيء في الإرشاد النفسي اسمه السلوك، أو عفوا إرشاد مباشر وفي إرشاد غير مباشر. الإرشاد المباشر مثلا أوجه الحديث لك يا تركي يا عبد العزيز، هذا مباشر. وفيه رسالة أني بوصلها لك يا تركي، هذه الآباء ودهم يوصلون تعديل سلوك الواحد ويتكلمون بصيغة العام على علشان يعدلون، بس يجيبون النقاط اللي في هذا الابن، يتكلمون بشكل غير مباشر، يتكلمون بشكل عام. فهذا من الذكاء في التربية ومن الأساسيات كذلك. سم اي والله بدري انك ما سويت فينا خير، جبت اخر يوم تبي تقهرنا انت. والله بفق علي يا تركي، تبي تقهرنا ما سويت فيك خير. والله الا ما لا لا هذا كله خير. ابو عبد العزيز الله يهديك، الله يهديك حاجه لابو فهد، والله فعليا احنا بحاجه له بعد. لا ما نسيت انا والله ما اخفيكم صراحه، ارسل لي البارح رساله يسلم علي، وش قلت لك؟ والله انت نازل علي من السماء ولا لا يا ابو؟ ما يحتاج والله. طبعا ابن ادم سبحان الله، ترى النسيان وغير كذا مشاغل ابو عبد، اشتغال في برامج وتنسيق الضيوف وكذا، والله العظيم سبحان الله انا اعتذر لها. لا شوف الأمانة يعني يمكن نص ساعه تقريبا اللي انا جلستها، نص ساعه لكن فائدتها عظيمه، يعني تغذيه عقليه جدا جباره، حتى ما شاء الله عليه. انا جالس انا لو اني مكانه واحد يسالني كثره الاسئله هذه ممكن اضايق، متحمل اسئله. يا سلام يا سلام، الله يبارك الله يسعدكم ويبارك فيكم والله. لازم ما شاء الله تبارك الله، باذن الله باذن الله باذن الله. سبحان الله، والله جل من لا ينسى سبحانه وتعالى. وابو فهد موجودين الله يبارك فيك يا ابو عبد العزيز. بالعكس انت اعطيتنا الحين نتابع في التويتر، ما يحتاج والله باذن الله. ما ادري شريف نزلت تويتر يا شريف؟ فعلا مدرسه يا ابو فهد، جعل والديكم نتقابل بعد، جعل والديكم الجنه، ما يحتاج ما باذن يحتاج الله. طيب سؤال تقول ابو، انا والله ابو فهد عندي اسئله مو بسؤال واحد. طيب عطنا عشان بنختم. يوم ذكر عبد العزيز عن الارشاد الاسري والتربيه وهذه، انا ارى بعض الاباء في التكنولوجيا خصوصا مسوي برامج معينه يعني الابناء، بحيث انهم ما يتعدون البرامج هذه. يعني مثلا الولد مثلا من عمر تقريبا 9 سنوات ل 15 سنه حاط له برنامج معين وجدول معين، هذه هي من اساسيات. شوف عبد الله، للامانه الحين المجتمع يربي، التكنولوجيا تربي. ابو فهد تقف وين عينك؟ الله يسعدك الله يسعدك. شكرا لك يا عبد العزيز. قام انا طبعا أب لخمس بنات ما شاء الله تبارك الله، فمشاعري تجاه البنات يا حظك. يعني البنت تستاهل، أقسم بالله حلا، تستاهل الود، تستاهل الاحترام. يا سلام يا سلام، البنت ما تغمرها إلا بالحب وبالاحتواء. يا سلام، راح تكون أبا وصديقا وأخا وكل شيء. لذلك أنا أشجع وأحرض على الاحترام والود والتعاطف والقرب. يا سلام، أزل الحواجز. إذا كان بينك وبين بناتك أو بنتك حاجز، الحاجز هذا للأسف راح تكبر هي وتفتقد حنان الأب، وقد يعني تلجأ لأخ أحد آخر ولا يتفهم مشاعرها. فخلوكم قريبين من بناتكم، يا سلام، تفهموهم، تفهموا مشاعرهم، تفهموا ظروف المرحلة، في طفولة، في مراهقة، في نضج. لا بد الإنسان يعرف يتعامل ويعرف يستخدم حتى مفرداته في الوقت المناسب، حتى في اتخاذ
يعني الشدة، يعرف كيف طريقة الشدة ومدى مقاييس الشدة. لذلك هنيئا لك يا عبد العزيز. والله يا أبو بنت أنا والله أبو فهد مرة طلبتني ورق عنب، تعشق شيء اسمه ورق عنب. اصلح يا سلام. وتطلبه الساعة 12 في الليل. عندنا عندنا مشاكس. وطلبت مني ورق عنب الساعة 12 في الليل. اي نعم. تعرف اللي حسيت انها ثقيلة علي الشيء هذا؟ طريقة طلب البنت غير، سبحان الله، غير عن الولد. وافكر وش اسوي؟ وادق على واحد من الشباب عنده اسر، محل اسر منتجة. قلت له تكفى تكفى طلبتك ورق عنب. المهم قالوا يا ولد مسكرين ومدري شو ما نفتح من الكلام هذا. قلت انا طلبتك دبل السعر 10 مرات بس طلع لي ورق عنب. الله اثرك اثرك عاطفي عاطفي جدا. البنت اقول لك سبحان الله والله العظيم عكس عكس الولد. المهم واجي ليتني بنتك ابشر بي ما في الا ورق عنب بس. وادق عليه الله يبيض وجهه ويفتح المحل. يوم جبته هذا يوم جبته كانها مالكه كل شيء. يا سلام. هذا هذا سبب حبه. بس المشكله ما فهمت اني محلات مسكره والعالم مسكره. تفهم تفهم بس اذا كبرت ان شاء الله بتعرف. الله يرزقك بر. القصه هذه راح تسمعها. وش اسم البنت هذه؟ ندى. ها ندى. هذا كل العيون ندى. اي والله تستاهلين يا ندى. تستاهلين. تستاهلين. احنا ابو عبد العزيز عبد الزرباح نشوفه دايم ورق عنب ورق عنب ورق عنب دايم. انا عديته والله انا عديته على ورق عنب. اها اي والله. فهنيئا لك يا ابو. وتو تكلم عنها قال سبحان الله الابناء تقريبا يمكن عندهم القدوه المثلى. صح. الاب والام تجد ان الابناء حتى في الاكل مقلدين. صح. في جميع الشيء. اذا كنت الاب والام قدوه يعني ابنائك راح يقلدونك كله. يبون. صحيح. فاحرص ان تكون قدوه، تستاهل انك تكون قدوه. يعني بالعربي حتى الانسان يجمح او يدمح هوى نفسه عشان يصل بمنتج عالي الجوده اللي هم الابناء. بعض الاباء ولا الامهات يقدر اي شيء يحسه ولا اي شيء يتمناه يسويه. ما يقيد نفسه. لازم تقيد نفسك وتهذبها عشان الابناء مثل ما قلت قبل شوي هم نتيجه سلوك الآباء. فاحفظوا أنفسكم في سلوكياتكم حتى بإذن الله تعالى نصل لسلوك أو نسخة معدلة وتستاهل أنها تتمثلنا. لا لطيف الليلة والله يا أبو عبد العزيز. مشت الجلسة على الشكل الأجمل ما شاء الله تبارك الله. جمالها والله بتواجدك معنا مع ان الشباب عتبانين ليتك من زمان معنا والله. لكن انا لكن شوف انا يا ابو فهد ترى جالس بدون نقاط. انا محروم من النقاط محروم من كل شيء. افا لا لاني طلعت من البرنامج هذا ضحايا البرايم. ضحايا البرايم. فجالس والله مستمتع. الله يسعدك. الله يسعدك. انت اليوم اضفت لنا اضافه يا عبد العزيز. ندى والله ندى ندى هذه الحاله قصه. يا سلام عليك. مخلد في سؤال ابو فهد في مظاهر نشوفها المجتمع في الشيء الإيجابي من هو كيف الشخص يتفادى الناس. مخلد شوف مايكك. أقول بالنسبة للمجتمع فيه مظاهر سلوكية في منها الشيء الإيجابي وفي الشيء السلبي. كيف الشخص ما ينجرف نحو المظاهر السلبية ويكون تجاه المظاهر الإيجابية؟ مخلد الليلة جيتكم هنا شفت طاهر 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 شفت أبو ندى أبو ندى شفت أبو عبد العزيز وأنا أعرفه مسبقا شفت مخلد شفت عبد الله. شيء زين فيكم أباخذه يا سلام وبضيفه لشخصية عياد وبطلع من هنا أقول يا أخي شفت لي رجال واستانست معهم واكتسبت منهم. شفت لي سلوك سيء شفتوا عياد دخل عليكم عنده سلوك سيء اخذ من عياد الايجابي واخلي السلبي له. انا ماني بردة فعل يعني الناس تتحكم فيني بريموت كنترول من بعيد تغير فيني. لا ما اخلي احد يغير فيني. التغيير الايجابي إيه؟ اما التغيير السلبي خصوصا في عمر النضج لا ما اخلي اي احد يتحكم فيني. هذا مثل اللي ماسك ريموت من بعيد ويتحكم في شخصيتي. هل يقبل الشيء ذا مخلد؟ لا ما هو بصحيح. واحد يرفع هرمون السعادة عندي ويونسني بكلمة وواحد يقلل مني أو ينتقدني وينزلني ويزعلني. لا لابد أن أضع لي كينونة خاصة
وسور على شخصيتي، ما أفتح الباب للشيء الجميل وأغلق الباب والسور موجود لأي سلوك سيء ما يمثلني. ما نكون مرن في هذه، ما تحتاج مرونة. الكل واحد يأثر فيني سلبا، أحد يسبني أثر فيني نفسيا، أحد مدحني هو المدح مهم فيني أثر فيني إيجابيا. لابد أن نكون معتدل ومرن المرونة على كل الأصعدة يا مخلد. طيب بالنسبة للأشخاص اللي يسوون أشياء وهي سلبية ما يدرون أنها سلبية، ولما تجيهم تكلمهم تنصحهم يواجهك بردة فعل لا أنا صح أنا أنت اللي خطأ، كيف يمكن أتصرف مع الشخص ده؟ شوف، أول شيء فيها أشياء ما نقدر نغيرها. في القرآن الله عز وجل يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، يقول الله عز وجل في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من مشاء. إذا شفت مثلا عبد العزيز يتقبل مني أجي يا ابو ندى حبيب قلبي، طبعا فيه طريقة في الحياة يسمونها المختصين النفسيين طريقة الساندويتش أو طريقة الهامبرجر، وهي طريقة التعامل مع الإنسان اللي بينك وبينه مودة بس فيه ملاحظة أقولها لكم الحين. طبعا هذا المثال أضربك كثيرا في كل مكان، ولكن يعني أنا معجب فيه. الهمبرجر الحين الطبقة اللي فوق وش هي يا شباب؟ خبز. وش هي مخلد؟ أنت صاحب السؤال. طبقة همبرجر ولا طبقة سندويش؟ الهمبرجر وش اللي فوق؟ فوق الخبز، تحت خبز، وسط اللحم والشكل، وتحت خبز. الخبز، الخبز اللي فوق هي مثلا بيني وبين واحد، بيني مثلا أبو ندى، بيني وبين ود عالي، بس صار فيه خاطري شيء. أنادي أبو ندى أقول أبو ندى يعلم الله أنك صديقي وحبيبي وأخوي ولك مواقف، أجيب الشيء الجميل بيني وبين أبو ندى السيف الحلو، إذا خلصت المدح والإطراء بس يا أبو ندى ترى يشايل عليك في خاطري اللي هو التشيكن هذا واللحم، ترى يشايل عليك في خاطري يا أبو ندى يوم أننا جالسين ذاك اليوم، وبين له العتب. لما خلص العتب أرجع ثاني مرة للثناء أقول ترى مو معناها أنك رخيص عندي، والله لو ما طلع من هالنسخة لما عرفتك يا ابو ندى شفت شلون اوصل عتبي، يعني تغلفها. إيه ما غلفها، اوصل عتبي بطريقة جميلة، مو بلازم نصطدم معك عشان ابين لك اني انا زعلان، لا مو بلازم ابصطدم مع مخلد اليوم وبكرة مع طاهر وبكرة مع وبعدين كل الناس ضدك، وبعض الناس يصنع من بيئته عداوات، اجي عبد الله انتقد عبد الله وبكره مع مخلد وبعد بكره مع ابو عبد العزيز، من بقالك صاحب انت؟ ما حد. انت تخالط الناس، فاذا اصبر عليهم، اصبر في علاقاتك، خليك مرن في علاقاتك. لا في نعم في مجامله انا محموده، في مجامله عبد العزيز جميله، فيه تودد، فيه لطف في القول، فيه ادب في الحديث، هذه مو مجامله، فيه تملق وفي نفاق وفيه تودد. يا سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس المنازل، مما يقول أبو عبد العزيز أستاذي أبو عبد العزيز، هو 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 نائب في 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 القناة، هو أستاذ لي، هو أكبر مني ودا قدرا. إذا هل يستاهل نقول الكلام ذا؟ هل يعتبر هذا تملق؟ لا. الآن لما تقول كلمة حلوة قالوا إيه هذا يتملق، هذا يجامل، لا المجاملة في مكانها الحقيقي جميلة وتستقيم بها الحياة. الله يسعدك. تذكرت مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في يعني كذلك انتقاء الألفاظ في التعامل مع الآخرين، إن كان من يواهم في المعلومة أو مخطئ، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا يعني وجود أناس ينتقون لي أطايب الكلام كما ينتقي أحدهم لنفسه أطايب الثمار. الله. يعني لتمنيت يعني الرحيل من هذه الدنيا. كلمة يعني الكلمة الطيبة، يعني في بعض تعديل السلوك أو بعض تعديل الأخطاء ما بينك وبين صاحبك، ما بينك وبين ابنك، ما بينك وبين زميلك زوجتك، تستطيع أن تغير السلوك هذا كلمة حلوة بكلمة جميلة. يعني هو الخطأ واضح بين أمامك، لكن تقدر تقول تراك أنت مخطي واللي تسويه كله خطأ، تقدر تجيبه بأسلوب وتخسره إذا قلت له بأسلوب ده راح تخسر الشركة، وتقدر تجيبه بأسلوب صراحة أنت فيك الإبداع ما شاء الله، صح، وأنت فيك التميز وعندك حب
يعني ابين له اي نعم اعطيه صفاتها الحسنه وبعدها اوضح لها الخطا او الجانب النقطه اللي اخطا فيه او ما اصاب فيه وبعدها كذا تمشي الحياه ولا لا يا ابو فهد؟ جميل انا استفيد منك ترى. لا والله يا ابو عبد الله تعلم منك وهذا لسان حاق لسان حال اي واحد عاقل هذا الصحيح. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. احنا صراحه جدا مستمتعين والحلقه صراحه مضت بسلاسه وصراحه جمال وعندنا صراحه جمعيه رؤوم لها حق علينا ما شاء الله. كم وصلتم الان يا ابو؟ يا سلام يعني اعلنتوا 90% وصلت جمعيه رؤوم في رفحة لرعايه الايتام. هذه ابو فهد ما شاء الله جمعيه يعني مصرحه ومصدقه ودعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد محمد بن سلمان عده مرات لما تقدمه من عناية ومن خدمات فائقة لليتيم فهي تقدم الخدمات الجميلة التي تذكر فتشكر عليها. وعندها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وهذا الوقف يدعم جميع مشاريع تصب منافعها لهذا اليتيم. وقف في خير بقاع الأرض وبثلاثمائة ريال أن تكفى اليتيم مدى الحياة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية. وهذه الصدقة الجارية تكون في ميزان الحسنات والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. الآن هذا الوقف 10%. والله يا جمهور أنكم قدها وتستطيعون بإذن الله. ونريد من الله أشياء كثيرة. نريد توفيق، نريد نجاح لأبنائنا، نريد صلاح لهم، نريد هداية، نريد مال، نريد أي شيء من الله سبحانه وتعالى من أسباب استجلاب الرزق واستجلاب المغفرة. يعني اللهم نسألك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والصدقة تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء الحطب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة. والقائم على المسكين والأرملة كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. وجميع الأجور كلها في رعاية هذا اليتيم وكفالة هذا اليتيم. تخيل المسح على شعر اليتيم وعلى رأس اليتيم بكل شعرة لك حسنة. وجمعية رؤوم تكفل فوق 700 يتيم وكل هذه الأجور تنزل في ميزان حسناتك. يا أخي ويا أختي المشاهد والمشاهدة يكفيك أنك مع صحبة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. بماذا أقدم هذا المال؟ المال هذا عزيز وغالي علي، أنا أقدمه لله سبحانه وتعالى. القصة المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها لما قالت عائشة رضي الله عنها تصدقنا بكلها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال أيكم أحب إليه ماله أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله كلنا وهذا هو الحق أحب إلينا مالنا من مال وارثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مالك يا ابن آدم ما قدمت وما لوارثك ما أخرت. سمعنا قصص كثيرة اختلاف وإن شاء الله الله لا يجيب الاختلاف وعدم اهتمام. والله إن شاء الله يوفقنا ويرزقنا الذرية الصالحة التي تهتم فينا بعد مماتنا. ولكن أنت الآن النفس يروح ويرجع والآن الفرصة أمامك، فماذا تنتظر؟ تجعلها في الوصية ما تدري الله أعلم، ولكن أن تقدم لنفسك، ابذل لنفسك، اعمل شيء تجده يوم القيامة لنفسك. ما ينفع ليت الذي يتمنى رجوع الحياة قال فأصدق وأكن من الصالحين لما رأى من عظيم الأجر من الصدقة. فالله الله أن نقدم الصدقات ونبذل هذا الشيء بإذن الله. بقي يومين نقول إن شاء الله يكتمل هذا الوقف ويفرحون الأيتام والأرامل. أمهات الأيتام يتابعوننا بدقة وبشغف وبسؤال وبتحري متى يكتمل هذا الوقف حتى تكتمل مصارفهم فتكفون ثم تكفون ثم تكفون. ها يا مال الشحم
افتح التطبيق وأنفق لله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله عنده كل شيء وبيده كل شيء وخزائنه ملأة لا تنفد، ولكن كيف نريد أن نستجلب رحمته ونستجلب هذه الخزائن؟ نقدم الصدقة ونرفع يدينا بالدعاء له، فهو الكريم سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير، ويقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ويقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاليتيم ليس محتاج لنا، بل نحن محتاجين لصدقتنا على اليتيم، أفضل فئة الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بفقدان الأب، وهذه الجمعية تجتهد جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، لن توفي مكان الأب ولكن تحاول وتجتهد في تلبية الحاجات والرغبات لهذا اليتيم، رفع مستواه التعليمي، كساء، شراب، مأوى، يعني تثقيف، تدريب لتهيئته لسوق العمل حتى يكون صالح ويكون يعني نواه فعالة وإبداعية. وكثير سمعنا من الأيتام أصبحوا ما شاء الله أعلام في الأمة، فما تدري لعل في هذه الجمعية من يكون فيها علم من أعلام الأمة، فتكون أنت مشارك في حسناته، في جميع أعماله، في صلاته، في تعليمه، في كل شيء أنت مشارك. عندما تقدم هذه الصدقة وهذا التبرع لله، ثق ثقة تامة أن تتعامل مع كريم الذي مثقال الذرة لا يضيع عنده سبحانه وتعالى، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تنتظر ولا تؤجل، الآن افتح التطبيق وقدم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم ولكل من نشر ولكل من تبرع أن يغفر ذنبه وأن يشرح صدره وأن يوفق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. هذه الجمعية المباركة قدمت الكثير لهذا اليتيم، فنحن نسندها ونقوم معها ونقدم هذا المال اليسير لها بإذن الله، يكون في ميزان حسناتنا. الذي لا يستطيع الدعم المادي الآن ينشر المقاطع، ينشر البروشرات الآن الموجودة، يدخل على تويتر وعندها الآن اللستة في الواتساب، ما تدري لعل من يسمع أو من يرى أو من يقرأ هذه الرسالة ينفق ماله، وتكون أنت وهو في الأجر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حبينا مشاركة بسيطة منك أبو فهد حول اليتيم، الله يسعد لي هالوجه. الله يجزاك خير وإياك إن شاء الله. يكفينا أن أفضل من وطئت رجله الثرى محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فإذا كان قدوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فإذا لابد أن نكون من هذا المنطلق نساند اليتيم ونكون له آباء ونكون لهم أمهات ونكون لهم أخوة. أعينوهم على فقد والديهم أو والدهم، الفقد غالي ولكن التعويض النفسي والمادي قد يقلل ويخفف من وطأة هذا الفقد. فالله يجزاكم خير أستاذي أبو عبد العزيز، شكرا على الجمعية هذه الجميلة، أسأل الله لا يحرمكم الأجر، وأسأل الله في هاليومين بإذنه وقوته وكرمه أنه يتم بإذن الله هذا الوقف، وهو خير وقف في أفضل بقاع وفي ولأفضل يعني الأبناء وهم الأيتام، وإحنا آباءهم ونحن أهلهم يعني. الله يكتب أجركم. جزاك الله خير أبو فهد، شكر الله سعيك. أبو بندر دائما عندها قصائد الجميلة ولها بيتين في جمعية رؤوم، ليت سمعنا إياه. أبشر أبشر أبو عبد العزيز. أول شيء حنا زي ما قال أبو عبد العزيز، فوقف اليتيم بمكة المكرمة هو تقريبا 300 ريال هي تكفى اليتيم مدى الحياة، وبإذن الله اليومين هذه إن شاء الله بإذن الله نمقفلين الوقف بإذن الله. في أبيات اللي يقول: تدرون وش أعظم مكاسب للإنسان، الله الله، تدرون وش أعظم مكاسب للإنسان، وقف اليتيم إن كان بالأجر اكتمل، هذه هي اللي تعلي القدر والشان وتهيض شعور على الجنة صمل، والوقفة اللي صدت بقبل أبدان لا قالوا وبعالي الصوت الوقف اكتمل. يا سلام يا سلام يا رب يا كريم. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله نفرح، إن شاء الله ما بقي إلا القليل، إن شاء الله نفرح. ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجميلة بتواجدك يا أبو فهد وتواجد الشباب اللي حضروا معنا.
ونقول لكل من حضر معنا 300 نقطة. أولهم طاهر، صراحة يعني أشكرك شكر خاص يا طاهر، يعني ما قصرت وتجملت من المغرب وأنت ما شاء الله ضاغط على نفسك، أشكرك. أنا أتكلم عن نفسي، هو من الظهر فعلا لكن عني، هو من المغرب وهو ما شاء الله متفاعل ومتحمس. أشكر هذا الجهد، أشكر أخي عبد الله، أشكر تركي المطيري وكذلك عبد الله الدفين، شاركونا. لكل من شاركنا يستاهلون 300 نقطة في برنامجنا وفي حلقتنا. ومخلد أنت أي مخلد الغامدي طبعا إن شاء الله. أنا بهديها ها؟ إذا تسمح لي. إذا تهديها من؟ بعد إذن الشباب. أبو خذ راحتك أنت. بهديها لأبو عقيل. يستاهل 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 أبو عقيل. طبعا في ختام حلقتنا نقول إن أصبنا فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ونقول لكم في أمان الله إلى لقاء آخر ومميز بإذن الله. وبعد بالعافية. الله يعطيك العافية. الله يسعدكم ويبارك فيكم.